وإلى مقطع متداول للوحة فنية قام بتصميمها الفنان مرغني صالح، وتبرز اللوحة وجه سيدة سودانية اختزلت في ملامحها مئات من الصور التي شكلت مسيرة الثورة السودانية. نتابع. وبهذا تنتهي جولتنا في السودان الآن، وعودة مرة أخرى للزميل عمر فياض لاستكمال باقي فقرات هاشتاج. إليك عمر. الثورة تولد من الحرية، والحرية تولد الإبداع دوما. شكرا لك مهج، وإذا